هناك أشياء كثيرة يجب أن تتغير في مدونة الأسرة، لنقول بأن المطلوب في نهاية المطاف هو مدونة أسرة جديدة، لا حرج أن نطالب بذلك. اعتبرنا بأن مدونة الأسرة ديال 2004 كانت خطوة إلى الأمام. نحن نعتبر الآن بأن هناك ملابسات وظروف تسمح لنا بالطموح إلى ظهور وإعلان وإصدار مدونة جديدة بكل معنى الكلمة، أولا لتعالج بعض المشاكل التي ظهرت في التطبيق، لتتفاعل مع التحولات الجارية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، لترتقي بالمدونة إلى المستوى الذي تنسجم فيه مع الترسانة القانونية، سواء في بعدها الدستوري أو في المدونات الأخرى بحال الجنائي وغيرها، ولتنسجم أيضا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. هذا كله يتطلب منا أن نفتح ورشا جديدا لمدونة جديدة للأسرة تليق بمغربيات ومغاربة القرن 21. نحن نقولها صراحة، يجب أن نراجع قواعد الإرث. أولا المشاكل المتعلقة بالتعصيب في حالة ما إذا كان المتوفى له يعني ورث ذكور فقط، يعني ترك إناثا فقط بعد وفاته، يجب أن نسوي في الإرث بين الذكر والأنثى، لأن السبب الأصلي الذي بنى عليه الفقه التقليدي هذا عدم المساواة هو أن الرجل كان يقع على عاتقه مسؤولية الإنفاق على المرأة في جميع الجوانب، وسواء كانت زوجته أو أخته أو غيرها. الآن لا، المرأة يعني تطور الواقع كما تطور الواقع بالنسبة للرق، كما تطور الواقع بالنسبة للنظام الحديث للسجون الذي عوض طريقة تطبيق الحدود في الماضي، كما تطور النظام المالي والبنكي، كما تطور النظام المؤسسي البرلماني الذي هم ناس منتخبون من الشعب وليسوا صفوة وليسوا أهل الحل والعقد ولا علماء ولا شيء من هذا القبيل. في هذا التطور وبهذه الروح نريد مدونة تمنع التعدد، مدونة تقر الزواج في سن 18 سنة وتنهي مع مأساة زواج القاصرات، نريد مدونة تلزم المرأة والرجل بالإنفاق كل بحسب الإمكانات المتوفرة إليه، إلى غير ذلك من المطالب التي نعتبر بأنه آن الأوان لنتجاوب معها. ندوة اللي كنظموها كحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تفاعلا مع النقاش العمومي المطروح حول مدونة الأسرة، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة وتغيير جذري لمدونة الأسرة اللي اليوم بان على أنها يعني كتضمن واحد المجموعة ديال المظاهر ديال التمييز وديال العنف ضد النساء، وبان على أنها وبعد يعني 19 سنة ديال التطبيق بانت على مجموعة ديال الاختلالات من خلال مجموعة ديال القضايا اليوم اللي مطروحة في المحاكم، بانت على أن هناك حيف كبير يعني يطال النساء، بان على أن هناك قضايا تحتاج إلى تغيير كالنيابة الشرعية كالإرث كزويج الطفلات كاقتسام الممتلكات، بمعنى هناك مجموعة من القضايا اللي اليوم كتبين بالملموس على أنها أصبحت دون تطلعات المغاربة والمغربيات في القرن 21، وبالتالي اليوم هناك مطالب من أجل مدونة ديال الأسرة حقوقية، مدونة حداثية، مدونة كترفع كل مظاهر التمييز ومظاهر العنف باش يمكن لها تستجب التطلعات ديال النساء بشكل يعني اللي يكون مستمد من منظومة كونية لحقوق الإنسان.